وهذه السيارة بعد ما اشتغلنا عليها وفكينا الأرضية وفكينا المراتب. طبعا السيارة ما قلت لما عاد قبل كذا. وهذا الجنس ما شاء الله شغالين عليه. طبعا هذه قبل مركب الأرضية نظفنا الحديد كامل. رشينا هذه كان فيها صدى. والمرحلة الأخيرة اللي هي المراتب، وهذه المسامير ما شاء الله بعد ما رشيناها صارت جاهزة. الله يركب النايلون عليه. وهذا الجبس ما شاء الله بعد ما اشتغلنا على الأرضية ركبنا الأرضية كاملة. طبعا تثير 5 ملي. هذا القزاز ما شاء الله بعد التلميع الفرق واضح. شوفوا فوق ما شاء الله تبارك الله. هذه السيارة غسلوها خارجي وتلميع داخلي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الرمود ايش فيه فصل؟ لا شغال. اوكي افكر نعطيه انذار. اوكي نصور لكم اياه من داخل. طبعا ما شاء الله صار عليه تلميع تنظيف. انا ما ودي افتح الكبوت عشان لا يطيح مطر داخل لان نظفوه الماكينة، بس في ظلال فاقرب وقت اوريكم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا السيارة الفرش طبعا متقطع لكن نظفوه الله يعطيهم الف عافيه ما شاء الله تبارك الله. يا رجال حتى ريحه السياره تغيرت ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف 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 تلميع داخلي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله الله يعطيهم الف عافيه على ذا الشغل الطيب ما شاء الله. شوف 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 تقول السياره رجعت وكاله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يعطيهم الف عافيه على ذا الشغل الطيب. تذكرت المساحات الاماميه يبغى لها تغيير بعد ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. وش الكرسي اللي تعبنا واحنا نسوق ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيهم الف عافيه على ذا الشغل الطيب. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله. بس خلونا ننزل ذي دي لازم نضغط الجهتين بيدين اثنين. اوكي فكيت المساحات ونبي نغيرهم عند شد بلد بس نظرهم يفتحون. بشوفوا شد بلد والماس الساطع للتلميع جنب بعض على طول ما شاء الله تبارك الله. شد بلد رشوا البطن كامل في شيء غريب صح؟ في شيء غريب. يا شباب فكرت احد حاط جهاز تتبع على سيارتي عشان يعرف وين مكاني. اطلعوا الصواميل المرشوشه. انا انصدمت قلت ايش السالفه؟ شد بلد رشوا بطن السياره بالكامل التلميع الساطع او الماس الساطع سوى تلميع داخلي بالكامل بعد ما فك الفرش وفك الدنيا كلها ولمعوا الماكينه. نفتح لكم الكبوت على السريع. وين الريموت؟ طبعا في مشكلة المساحات مقاس 22 ما عندهم نفس المقاس بنضطر ركب أصغر. إيش نسوي؟ ركب مقاس 20. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كسرنا القزاز يا ليل. أقصد طاح الحديد اللي هناك ما شاء الله سووا تلميع الماكينة. اخ من الشبك طلع فيه كسر يبغالي اغير الشبك كامل بعمره. انا ما احب اصلح ذي الامور الصراحه يا رجال دام انها خربانه خربانه. خربانه خربانه. حديد يا ولد
شكله اصلي حق وكالته ذا النيكل. طبعا ما شاء الله تبارك الله ركبنا ميداليه الرموت مع المفتاح ما شاء الله تبارك الله، والحين توكل على الله نبي نلبس المراتب كلها قماش على نفس اللون نعطيها تلبيسه ما شاء الله تبارك الله. نقول بسم الله وان شاء الله، وبعد التلبيس نسوي له تصفيه، وبعد التصفيه طبعا نبي نطلع البر ان شاء الله بكره الجمعه يعني نلبس المراتب ونطعس وبعدين نسوي تصفيه، وبعد التصفيه نركب شيء بتحبونه ان شاء الله. في بعضكم يعرف ذا الشيء الزبده بس نخليها مفاجاه اللي ما يدرون. طبعا جينا نلبس السياره الحين نختار لها قماش ما شاء الله اماراتي ها اماراتي كويس ما عليك ترى 100,000 واحد يسمع الحين كويس ان شاء الله ان شاء الله بعد هذا قبل التفصيل هذا قبل التفصيل هذه السياره ما شاء الله دخلناها نبي نلبسها مراتب كامله بعدين الهوك نبي تلبيسه بعد له وفي شيء نسيت والله ايش هو هذا ها هذا يكون شيز مره واحد شيء نبغى شيء سيده ما هو شيز ترى اعرف الحين معنى شيز الله يعطيك العافيه خلاص تمام شيء تقدر تعالج لي هذا اي بنعالجه اي والله تكفى عالج وعطى بندول اوكي فكيت لهم المرتبه ذي ما شاء الله تبارك الله نبي نلبس المراتب كامله ان شاء الله بشوف ايش بيسوي مع ذي هذه ما ادري ايش وضعها هذه الحين بس بقول له حاول يثبتها زين لا كل تطيح شوف تطيح على طول طبعا هذا المهندس يسيل لنا الامور نبي نرتب ان شاء الله السياره المرتبه ذي بنلبسها نايلون عشان نفتك منها ونحطها بالبيت لا اخاف احطها بالبيت وتتوسخ فاحل لبسها نايلون افضل القماش بعد لبسها ايه هذا القماش طبعا القماش اماراتي تذكرون يوم فكينا التظاليل اللي على القزاز الخلفي نسينا نشيل التظليل اللي ورا والله هي مشكلة خلونا نشيل الحين دام ان اكتشفت انه مو مفكوك خلونا نفكه مشكلة بعد الفك يبغى له تلميع القزاز مشكلة والله هذه مشكلة الحين لازم يصير تلميع للقزاز بدون موس شلون بدون موس يعني مثلا تبخ بخاخ وتمسح تبخ بخاخ وتمسح تبخ بخاخ وتمسح الله البلجة ما شاء الله تبارك الله طبعا بعدها بنلبسها نايلون ونرميها بالبيت نسوي لنا زحمة هذه طبعا هذه بيسكرونها ويسوون لها علاج يحطون اسفنج ويخيطون عليها باقي المراتب كلها تفصيل ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله هذا النايلون على اساس مثل ما قلت لكم راح نحط ذي بالبيت ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله هنا كمان ما شاء الله الله يجزاك خير بيض الله وجهك على طول بس دقائق بس ما شاء الله ابد خذ راحتك ماني مستعجل ما شاء الله تبارك الله خليها بالبيت ملبسة ومغلفة نايلون الأمور طيبة ضروري لا لا مش ضروري هذا ايوه خله تحت طبعا انا اقصد هذه الصفقة اللي متعبتنا دائما تطيح ايوه امورك طيبة ما شاء الله خلصوا الحين التلبيس بس باقي يضبطون الامور كلها الاطراف ما شاء الله تبارك الله خلصوا كل شيء حتى ذي بس باقي التركيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا الحين تقدر تروح تطعس تروح البار نايلون موجود تلبيس موجود الحمد لله الأمور طيبة الله يجزاك خير خلاص كذا نكون منتهين
ما شاء الله تبارك الله. هذا النتيجة النهائية، بس باقي تركيب سنادات الراس هنا واحدة اثنين بس صح؟ ايه واحدة هنا ايه بس اثنين، فكر ثلاثة هم. أما عاد المسند كيف المسند؟ لو جاوا معي ناس يبون يفكون السحاب ولا كيف؟ ايوه عشان بس ابغى اعرف كيف. ايوه بس كذا، ايوه تمام، عشان اعرف اذا الشباب بيزعجونه ولا شيء. بس دقيقه، ايوه الله يعطيك العافيه. ايوه لا بجيب لك مقص احسن، وعندك مقص يلا زين. الله يعطيك العافيه. بس بس راح علقنا، اهم شيء يضبطوها، لان في محلات ما يضبطون هذه، بس ما شاء الله ضبطوها 100% هذه ما شاء الله تبارك الله. ويعطيهم الف عافيه. اللون فاتح يخوف، بسرعه يتوسخ، لكن ايش نسوي؟ يعطيك العافيه ابن عمي. هذا الخطوه الاخيره يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. انتهينا من السياره بالكامل، بس باقي سندات الراس. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 شوف، صنديد غمرتين كرفان، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. شوف اربع كفرات ورا وكفرين قدام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الله هذا اغراض فارس، الحديدتين هذيل مع الحديدتين اللي ورا. طبعا الحديدتين هذيل اللي هم هذي نفسها اوكي، بدون الحوض، الحوض يكون لحاله، وذي الحديدة تكون لحالها. هذه الحديدة هي نفسها ذي اوكي، والدواخل الحوض اللي ورا هذا هو ذاك اللي هناك اوكي، والحديدة اللي وراه اللي هي تجي الصدر اللي هو ذا اوكي. الله يبارك له. وهذا الخشب احنا متورطين بالخشب، لان الخشب اذا جاه مطر يخترب، فبنشوف له حل، يا نغطيه يا نخليه بعدين. اخيرا وصلت الدينة عشان نحمل الاغراض، لان صار له حادث الحمد لله على سلامته. تريلا نايم وصدم الاسطب هنا، الحمد لله على السلامة. من الساعة 8 انتظر، الحين الساعة 12 الظهر، من الساعة 8 صباح. ما شاء الله تبارك الله. الحين نبي نغطي دي، خلنا نساعدك بس عشان الخشب ما يخترب من المطر. طلعت فوق من ورا، طلعت الطربال وهو طلع من فوق، طلع الطربال ما شاء الله. حملت الحديدتين هذيل الحالي، وهذا بعد. والله يا حوض الجمس ثقيل يا اخي، مليان حديد ما شاء الله. زول التعبان راح الحمام وما ادري وين راح، فانا مستعجل قاعد احملهم عشان امشي. هذا حملنا الخشب، حملنا الصدر حق الغمارة مع باب الحوض مع الحديدتين ذي مع قواعدها والمصادر الحمد لله. الأغراض رايحة للدمام، الله يبارك لأخونا فارس ويوفقه بمشروعه حق البهبهاني، وإن شاء الله ذي القطع كلها راح ترش أحمر مع المصادر والخشب. الحين تمشي لدينا، الله يبارك له. ايوه خلني اعاونك. ارفع ارفع. طبعا هذا دينا رايح للدمام، والرجال ما شاء الله يشتغل داخل الرياض وكل مكان، لوحته طاحت.